كل التقدير والتحيات لهم. زين اعمالك القادمه ايضا راح تكون سينجل ضمن البوم لو بالتعاون مع جهه منتجه لك، انت اساسا مقتنع بقضيه الانتاج عن طريق شركه انتاج وقضيه الاحتكار، لو تريد انت تنتج اعمالك بنفسك حتى تكون حر نفسك، لا لو تاخذ السلفه مالت يعني 10 ملايين وتسوي بها اغنيه، شنو رايك؟ لا 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 مو هيك صراحه راح يعني ان شاء الله العمل القادم راح يكون سنجل لوحدي، يعني راح اكون انا المنتج لعملي. انا ضد الاحتكار، ضد هذا الشيء بصراحه، يعني الفنان لازم ياخذ راحته حتى يقدم شيء افضل، افضل للناس يسمعوه بشيء صوره صحيحه من كلمات مفردات حلوه والحان ايضا حلوه، يكون يعني للمستمع شيء جميل وحلو. طيب اكو معجبات هنا يقولون ام كيان تحياتي لك قتيبه، حلو صوتك، هاي تحيات من ام كيان. وايضا من تغريد تقول الله كلش حلو وراقي صوتك، هذه بعض التعليقات اللي وردتنا لحد الان من بعض المعجبات. طيب انت تعزف جيتار مو صح؟ نعم نعم. خل نسمع شيء ما دام على الجو، والله اليوم اغنيه شيء من اختيارك انت يعني يكون. انا راح اسمعك شيء بس اليوم ما جاب جيتار، لان انا جيت من منطقه لمنطقه لان النت كلش ضعيف، جيت هون يعني حتى يكون النت قوي حتى اقدر اتواصل وياك، بس طيب. راح اسمعك شيء حلو اللي يطلع من عندنا. اوكي يلا راح اسمعك موال العراقي ان شاء الله. يلا ان شاء الله من مقام اللام ان شاء الله. ان شاء الله بسيط. اولي حلو كلش حلو ما تشبه الناس، من يام اللي انت وليادي الله اضمك وين بصدري انفاس الله، ولو حكيت احد من الدجاجين واشيلك جبل من الهم على الراس، واحضاني إلك من دفو تشري الله. أولي 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 الله، هذه احضانك من دفو تشرين، ما دام احنا مقبلين على تظاهرات تشرين، هذه من وحي الثوره، هاي اغنيه بها جانب ثوري او موال بجانب ثوري. اكيد احنا داعمين للشباب، يعني للشباب اللي موجودين، كلهم موجودين خريجين صاحبين شهادات عليا. نعم فاكيد لازم نتضامن وياهم احنا كفنانين. طيب حضرتك يعني قتيبة، يعني هناك مجموعة من الشعراء الشباب اللي هم قدروا يخلون فت بصمة واضحة من خلال الأعمال والنصوص الغنائية اللي سووها، يعني هل أنت تؤمن أنه دائما أنا أتعامل المفروض مع شاعر معروف وعنده تجارب ناجحة ونجح بها ونعرف بها، لو ممكن أنا أتعامل مع شاعر ربما ما أخذ مساحته الإعلامية ومن الشهرة لكن عنده قصائد جميلة ممكن أتعاون وياه، يعني دائما الشخص المشهور والمعروف أتعاون وياه يلا أنجح، لو ممكن يكون شخص ما معروف وأتعاون وياه وأنجح بنفس الوقت، المهم النتيجة. بصراحة أستاذ صباح مثل حيدر الأسير وغيره من الشباب اللي نجحوا خلال فترة قياسية قصيرة. صحيح كلامك أستاذ صباح، بس احنا دائما نطمح ونشوف إلى مفردات تكون حلوة وجميلة حتى نعم. المستمع يستمتع بالكلام لان كان يكون شعراء اللي موجودين اللي اكثر من اعمال عمله ومع فنانين، فانا من الناس اللي يدورون على شباب على شعراء جدد حتى يكون شيء جديد اقدر اني انزل به للناس. طيب الان الجديد شنو هو اللي ماشي يعني بالذائقه الجماهيريه والشبابيه، شنو هو الماشي الان؟ يعني مثلا جيل التسعينات كانت الاغاني الحزينه والمظلوم والحزين واللي بيها شوية مود تركي وألحان تركية، الآن الماشي شنو هو؟ اللحن العراقي الخالص اللي نجح مثلا لو شنو؟ تكون أعمال السريعة اللي هي الهيوة أكثر شيء موجود هسه اللي موجود بالساحة الفنية. أي. الناس تدور على شيء ما تريد حزن، كافي حزن، تدور شيء فرايحي. أي والله. لأن تعبنا من الحزن. يلا هسه أنت أول ما بلشت ويانا.